أقل من 10 أشخاص من بينهم أمهات هم من حضروا للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في رام الله في مشهد أثار استياء وغضب القلة ممن حضروا. بس إن شاء الله يا خالتي بنعمل المستحيل إنهم يطلعوا أحياء، لازم نبط الأسرة يضل حي مهما كلف الثمن، لأنهم ضحوا بحياتهم من أجل فلسطين من أجلنا. فما بين هذا المشهد وذاك تتشابه المناسبة، ولكن لا تتشابه ردة الفعل الشعبية. هو يعكس الحالة التي تمر بها الساحة الفلسطينية بالانفصام والفجوة الكبيرة بين النظام السياسي الفلسطيني والشارع. قبل 4 سنوات فتح الأسير خضر عدنان الطريق وعبدها كأول أسير فلسطيني يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام ويجبر سجانه على الإفراج عنه. اليوم يعاود اعتقاله ويعلن منذ شهر إضرابا مفتوحا عن الطعام دون مساندة أو حراك شعبي. يعني عدم إعطائي لأيام إذن بالزيارة هذا مؤشر، وأنا أعرف أن محامين آخرين يعني لم يحصلوا على هذا الإذن، وبالتالي نحن نستطيع أن نخمن أن إسرائيل تحاول في هذه الأيام كسر شوكة خضر عدنان من خلال عزله ومن خلال تضييق الخناق عليه. يبدو أن حالة الانقسام الفلسطيني وصلت إلى قضية الأسرى وأصابتها بالشلل الشعبي كما يقول البعض، رغم ثقل هذا الملف ووصول العدد فيه قرابة 7000 أسير، 1500 منهم يعانون أمراضا مزمنة وخطيرة، إلى جانب 14 نائبا ووزيرين سابقين. لا يشبه اليوم الأمس في فلسطين، ففي الأمس كان الأسرى يخوضون إضرابا عن الطعام خلف القضبان، وفي الخارج كانت الشوارع تشتعل بالتضامن معهم، أما اليوم فيواجهون الموتى بالإضراب عن الطعام أو المرض، ولا تجد لاسمهم ذكرا إلا في عناوين الصحف. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، رام الله.